هي ضيافه اول. شكرا شكرا. هي الفلافل اصلا لاهل مصر. اه بس لا انت بتعملوها حلو جدا. البهار بتعمل طعميه؟ اه. مين طعميه الصغير؟ اه اكيد دي. اكيد سامع الله تحرمك. انا مش هاكل لا هتطردني. والله حنامي وينك خلى اسبوع بدون اكل. حطيت اصلا. بس لا دي تخينه. تاريخيا هو تاريخيا يعني اي والدي قال لي تاريخيا هي الفلافل طلعت من مصر. من مصر على فلسطين ومن فلسطين على الأردن ومن الأردن على لبنان ومن لبنان على سوريا. ما شاء الله. في سر، ايه سر الخلطة؟ سر المهنة لا نعرف. مشكلة انت عم تقولي السر كيف بدنا نفضح السر؟ انا صح سر المهنة. بس هو الاغلبية تعب العافية. اه والله بدون تعب ما فيش حد هينجح. ربنا ما شاء الله يعني ربنا كريم. انا فهمت السر بتملوها. اي شيء بتشتغليه وانت حاببتيه راح يطلع طيب. اه صح والله ده كلام ده. بس اي شيء ما سندوتش طعمية بحمص. يا جماعة المطعم في وسط البلد وبصراحة نضيف جدا بصراحة هو نضيف وجميل قوي. احنا طلبنا 2 حمص وعيرة. انا مش طلبت 2 حمص قصدي طلبت 2 سندوتش طعمية مع حمص الواحد ب 89 كورونا. والعيران مش فاكره بصراحه. بص لما يجي بقى اصل هم عندهم سندوتشات بس عندهم بردك اكتر بس مش عاوزه غير سندوتشات. وما يجي الطلب بتاعي هبقى اصور لكم ازاي الطريقه بتاعتي. هو المطعم بجد رايق جميل. هو المطعم حجمه صغير بس بصراحه نضيف جدا وانا دي مش اول مره كان عندهم. طعمه حلو جدا وبردك المكان بتاعه حلو. ها هي ضيافه اول. شكرا شكرا. الفلافل اللي من اصلها ايه؟ كلها على تيك توك. على اليوتيوب على كلها على كلها على كلها. الفلافل اللي اصلها ايه؟ انت سوريين؟ لا بجد طعمها حلو قوي ما شاء الله. كرمة والله وكمان ماما بتحاول تعمل طعمية بس تعملها من بيت كده. هي الفلافل اصلا لاهل مصر. اه بس لا انت بتعملوها حلو جدا. البهار بتعمل طعمية؟ اه. مين طعمية الصغير؟ اه اكيد دي. اكيد سامع الله تحرمك. انا مش هاكل لا هتطردني. والله حنامي وينك خلى اسبوع بدون اكل. حطيت اصلا. بس لا دي تخينة. هو تاريخيا اي والدي قال لي تاريخيا هي الفلافل طلعت من مصر. من مصر على فلسطين ومن فلسطين على الاردن ومن الاردن على لبنان ومن لبنان على سوريا. فهو صار كل واحد يعمل يعدل على كيف. لا بس انا بحب ال في مصر بيعملوها مع الفول. اه احنا السوريين بنعملها بس حمص. اه تطلع اطيب عشان كده. صار 100,000 سنه. ما هو انا اطرد النهارده. جديد ده جديد ما فتحش من زمان. المطعم ده ما فتحش من زمان. انا بقالي انا جيت هنا مرتين 2019 في اول. اه صح عشان انا جيت هنا مرتين بس يبقى يعني جيت زباين كتير جدا ما شاء الله. انت اصلا هنا؟ شكرا.
شاء الله. في سر، ايه سر الخلطه؟ سر المهنة لا نعرف. مشكلة انت بتقولي سر، كيف بدنا نفضح السر؟ انا صح سر المهنة. بس هو الأغلبية تعب العافية. اه والله بدون تعب ما فيش حد هينجح. ربنا ما شاء الله يعني ربنا كريم. انا فهمت السر، بتملوها. اي شيء اللي تشتغليه وانت حاببتيه راح يطلع طيب. اه صح والله، ده كلام بس اي شيء مالك مقتنع فيه اذا تشتغلي بالذهب بيصير. اه وهيك انت مالك مقتنع فيه. خلاص شكرا. تسلم ايدك ما شاء الله، تخينة جدا كتير والله. ان شاء الله يجي لكم زباين كتير. ها اكتر من 600 اكتر. شكرا كلكم ذوق والله، كلك ذوق. يا جماعة رهيبة والله العظيم، طعمها يجنن. مش عارفه حاطين فيها ايه، ده سر المهنه بقى. طب ماما احلى سلاسل دقتها، وبس بحمص بدون نخول، طعمها حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. اللي يجي النرويج اللي يجي اوسلو تعالوا المطعم ده، انا بجد بقترح المطعم ده من قلبي. واحلى حاجه بحبها ان هو ايه، تخين وبردك سعره رمزي، سعره حلو جدا. بكام؟ ب 89. اه سعره جميل جدا صراحه في الزمن ده، ما تلاقيش حاجه يعني رخيصه الدرجه دي. وطعمه ما شاء الله، ونظافته ما شاء الله ما شاء الله.